الأنثى بالنسبة لباسم سمرة مين في السينما؟ ست الكل هدى سلطان وهند رستم. مش طايق نفسه وبيرفض تعدد الزوجات، الأنثى المثالية بالنسبة له هدى سلطان، شايف إن الستات بتعيش أكتر من الرجالة علشان بتعيط كتير، وكان نفسه يمثل في الحشاشين وهيموت ويجسد شخصية إسماعيل ياسين. أسرار باسم سمرة. معروف عن الفنان باسم سمرة صراحته المطلقة في كل حواراته، على الرغم من إنه مقل في الظهور الإعلامي، وده برغبة كاملة منه، لأنه شايف إن الظهور عمال على بطل في التلفزيون ملوش لازمة، ولازم لما يطلع يبقى في حاجة هيتكلم فيها، زي ما هو دلوقتي بيظهر ويتكلم عن مسلسل العتاولة ونجاحه الكبير الفترة اللي فاتت. وقال كمان إنه ملوش في السوشيال ميديا رغم إن عنده حسابات على كل المنصات، لكن في ناس بتديرها وهو مش متفاعل عليها قوي. وعن رأيه الشخصي في السوشيال ميديا قال باسم السوشيال ميديا قلبت لجان، ممكن بالفلوس تخلي الناس تقول كلام مش حقيقي، يتكلموا عن الفن والأداء بشكل عظيم، وكل ما تدفع أكتر هيتقال كلام حلو أكتر، لكن المراية الحقيقية للفنان هو الجمهور والمتلقي، وأنا مش محتاج أقول أنا كويس ولا وحش، الجمهور هو اللي بيحكم في الآخر. أكتر حاجة الفترة اللي فاتت كانت مكسرة السوشيال ميديا هي إفيهات عيسى الوزان، الشخصية اللي قدمها باسم سمرة في مسلسل العتاولة. وعن كواليس الإفيهات دي قال باسم المخرجين بيصدقوا فيا وبالتالي بيدوني مساحة للإبداع. مثلا جملة يلا بينا كانت مكتوبة مرة واحدة في السيناريو، وهو قرر إنه يكررها أكتر من مرة بطرق ونبرات مختلفة وعجبت المخرج، لكن باي من غير سلام هو اللي قالها ما كانتش مكتوبة، وفي الأول والآخر هي أرزاق، ممكن تعجب الجمهور وممكن لأ. وبالنسبة له شخصية عيسى الوزان تجربة عظيمة وسعيد بيها على المستوى الفني والإنساني، وكل نجم شارك في العمل يقدر يقوم بعمل لوحده، كل اللي شارك في العمل نجوم كبار من أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، مايا كساب، فريدة سيف النصر، وشاف إن سر نجاحه في المسلسل إنه اشتغل مع ممثلين كبار، وقال إن كمان من أسرار العتاولة إن أي عمل علشان ينجح محتاج مخرج مميز وورق كويس وإنتاج محترم، وكل ده توفر في العمل، وقال إنه تابع مسلسل الحشاشين وكان نفسه يشتغل فيه جدا، خاصة إنه بيحب التنوع في أعماله علشان ما يدخلش في حالة نمطية، وكل ما ينجح في دور المخرجين يحاولوا يحطوه في دور شبهه، لكن هو بيفاجئ الكل بحاجة تانية خالص. وتطرق باسم سمرة في حواره مع إنجي علي في برنامج أسرار النجوم للكلام عن المرأة وتعدد الزوجات، وقال إن الأنثى المثالية بالنسبة له هي الفنانة هدى سلطان، صوت جميل، تمثيل حلو، جميلة، طول بعرض، وكمان هند رستم وتحية كاريوكا. وقال إنه بيكره في الستات النكد، علشان كده هم بيعيشوا أكتر من الرجالة، علشان طول الوقت بيعيطوا عمال على بطال وهرموناتهم مجنناهم. وكمل وقال الراجل يا حرام بيستعيب، علشان كده بنخلص بدري بدري، في مواقف ما نقدرش نتحكم فيها، لما افتكر موقف مثلا مع أبويا بتأثر جدا وممكن عيط، لكن في العموم الرجالة ما بتعيطش. وعن رأيه في تعدد الزوجات قال ما اعتقدش اني اتجوز 4، ممكن 2 بس، وبشكل عام انا ما انصحش حد بتعدد الزوجات، خاصة في الوقت الحالي الواحد خلقه بقى ضيق ومش طايق نفسه. اتمنى باسم سمرة انه يقدر في يوم من الايام يقدم السيرة الذاتية للنجم اسماعيل ياسين، وقال ان الشخصية فيها تفاصيل كتير تسمح بانها تتعمل تاني، خاصة اخر مرحلة في عمره، لانه بعد ما كان من اهم واغنى نجوم السينما في مصر والوطن العربي اتعرض لازمة مالية وحياته كلها اتقلبت واتغيرت. تفتكروا لو باسم سمرة عمل اسماعيل ياسين هينجح؟